صدقوني البنات، بنينة 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 هذه الوصفة، تأمنوا شعلكم شعل. السلام عليكم حباباتي، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. معكم ليلى من قناه عالم ليلى. لاول مره تعرفني جديده وتزور قناتي، ما تنساش تشترك معنا باش تستفاد معنا، خصوصا اللي عندهم نحافه وحابين يزيدوا في الوزن، لانه قناتي مركزه على هذا الموضوع اكثر شيء. بالبنات اليوم جيتكم فيديو جديد بوصفه هايله هايله هايله، يعني كلمه هايله قليله عليها صدقوني بنينه، خصوصا يعني تخرج على المعيافات اللي ما يحبوش الوصفات، ما يحبوش ريحه الحلبه. هذه نقولكم على ضمانتي، هذه الوصفه راح تشربوها وتدمنوا عليها، وباذن الله هذه اخر وصفه راح تجربوها، لانه اكيد راح تزيد لكم في الوزن. هذه الوصفه عباره عن بروتين طبيعي ويستخدموه الرياضيين بعد الرياضه، يعني كاين بزاف بنات معايا في القناه قالوا لي بلي بدينا في رياضة سكوات وبدينا نديروا رياضة باش يزيد الوزن تاعنا. جبت لكم هذه الوصفة، شربوها بعد الرياضة مباشرة وشوفوا النتيجة. بالنسبة لما همش يديروا في الرياضة كذلك تفيدكم هذه الوصفة. روحوا للتحضير، يعني راح نحتاج كأس من الحليب 240 مليلتر. هكذا البنات، يعني استعملوا اي حليب يكون عندكم، حتى حليب الاكياس، لانه راح نضيف له حليب البودره من نيسبراي. انا استخدمت نيسبراي لانه يذوب الخف وفيه فوائد اكثر. انت استخدمي بودره الحليب اللي تكون متوفره عندك. بالنسبه للرجال والاشخاص اللي عندهم بودره البروتين، استعملوا ملعقتين من بودره البروتين، يعني انا راح نضيف هنايا ملعقه كبيره من حليب البودره ولا حليب النيدو. ثالث مكون في هذه الوصفة وهو الموز ولا البنان، كما تعرفوا باللي البنان ينصحوا به الأشخاص اللي حابين يزيدوا في الوزن تاعهم، لأنه فيه سعرات كبيرة، يعني حوالي حبة موز ولا حبة بنان فيها من 80 حتى 100 سعرة حرارية. على هذيك نصحتكم في الفيديو السابق وقلت لكم دخلوا البنان في نظامكم الغذائي. الحمد لله دوكا راه متوفر وراه في متناول الجميع. وبنات هذا المكون السحري اللي راح نضيفوه دوكا هو اللي بدل كامل طعم هذا العصير وعطالو ذوق رائع جدا، هو هذا الكريم ديسير من ديالنا، يعني استخدمت انا طعم الكراميل، جابنين بزاف جربوه. بالنسبه اللي يحبوا الشوكولا، ذوق الشوكولا، استعملوا ذوق الشوكولا، راح يخرج كذلك شباب بزاف. هكذا البنات، وفي الاخير انا راح نضيف نصف ملعقه من السكر، يعني سكر كريستاليزي عادي. بالنسبه للاشخاص اللي ما يحبوش الحلاوه بزاف ما تضيفوهاش حتى تخلطوا الخليط وتذوقوا، اذا شتوه مخصوص السكر ضيفوا له السكر. انا ضفت له من نصف ملعقه وجاتني الحلاوه هذيك هي. بالنسبه للي ما يحبوش السكر ويخافوا من السكر، ضيفوا ملعقه من عسل النحل الطبيعي او زبده الفول السوداني. هكذا البنات، ونخلطوا بالبراميكسور هكذا جيدا حتى يتجانسوا كامل هذوك المكونات مع بعض. شوفوا البنات القوام تاع الخليط ماهوش ثقيل بزاف، اذا خرج معكم ثقيل بزاف فقط ضيفوا الحليب وخلطوا او الماء، ما كاش مشكل. هاوليك القوام تاع الخليط تاعنا، يعني ويخدم لنا كميه لاباس بها. فعلا البنات ذقتو قسما بالله العظيم، يعني الطعم تاعو روعه روعه، مش راح تندموا عليه، ويزيد في الوزن يعني ويفتح الشهيه للاكل. البنات بالنسبه لطريقه الاستخدام، راح نشربوا 3 كؤوس من هذا الخليط في الصباح قبل على الافطار، يعني في منتصف النهار وقبل النوم، يعني كي تجي راح ترقدي تشربي كاس من هذا الخليط وتبقاو مداومين عليها حتى توصلوا للنتيجه اللي راكم حابينها. بالنسبه للرياضيين تقدروا تشربوا هذا الخليط بعد الرياضه مباشره. هذه الوصفه مليحه للاطفال الصغار، للنساء وللرجال، كذلك للحوامل وحتى المرضعات، لانه غنيه بالفوائد والفيتامينات. اذا بنات انا وصلت نهايه فيديو اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. ما تبخلونيش بجام ومشاركه، والى اللقاء في وصفات جديده، والسلام.